ولذلك نحن يا اخواننا دعوتنا للناس انه الناس تمسك في الله وتترك هذه الجماعات والاحزاب، ودي تكون انت هدفك ووسيطه وصيتنا لك، وهدفك هنا في الجامعه وغيرها انه تمسك في دينك وفي غيرها من الامور، وتترك هذه الامور من التنظيمات والافكار والاحزاب التي تضلك عن سبيل الله سبحانه وتعالى. خليك مع الكتاب والسنه، مع الكتاب ومع سنه النبي عليه الصلاه والسلام، وما تسمع لاي زول وما تباري جبهجيه. انا الجبهجي يقول لك بيجوا للبرالمه يقول لهم لو ما بقيتوا معانا احنا لقدام ما بتشتغلوا. يا زول هوي والله انت لو جبهجي ما بتشتغل الان، ده كان زمان. هذا الزمن ادينا ليه واجبنا وانطرح حاجبنا وشيخ حسن عاجبنا، الشيخ حسن فوت خلاص هلك راحنا الله منه، فهمت؟ فما تبقى جبهجي ولا تبقى شيوعي ولا تبقى انصار سنه ولا تنتمي لنا نحن ذات، ولا منتمي لجماعه ولا بنعترف بجماعه. وسبب تفرق السودان خاصه والامه الاسلاميه الجماعات دي. امريكا الكبيره فيها حزبين بس، الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي. عشان كده الرئيس الامريكي ها دي والحكومه بتاعته ما بسموها حكومه، بسموها اداره. ليه؟ لانه الدستور بتاعهم ثابت له اكثر من 100 سنه. لكن هنا حكومات ليه؟ لانه المناهج بتاعت الحكم مختلفه. بجي انا بطبق فيك نظريه الترابي، نمسك اول بعد ذاك نصلح. يجي واحد شيوعي ها زي ما مسكوا الشيوعيين ها مسكوا ثلاثه يوم انقلاب هاشم العطا، قالوا الخرطوم ما مكه. لو دار تصلي ما تصلي هنا، تمشي مكه هناك. تلقى هنا في الميدان بتاعكم ده طيارات شغاله، ها الظهر جده، العصر مكه، ها يلا راح اصل. فهمت؟ تركب تمشي تصلي هناك. قال ينبغي ان تحول مآذن المساجد الى مداخن مصانع. ديل الشيوعيين، كل البشر ديل، كل البشر ديل انما ياكلون خيرات الامه. ولذلك يا اخواننا السودان ده لو ما خلا من الطرق ومن الاحزاب ومن الجماعات ما بيمش ليه قدام، ما يمش ليه قدام، اصله ما يمش ليه قدام. لانه كلما الناس تمش ليه قدام خطوه واحده بيجوا يرجعوك لورا. وكلهم لما ما قاموا على التوحيد والعقيده الصحيحه كلهم ياكلوا وكلهم يشربوا وكلهم يضروا الامه الاسلاميه وكلهم على ضلال، كل الاحزاب. عشان كده انت خليك مسلم، تصلي وتصوم، عقيدتك في ربنا سبحانه وتعالى، محافظ على صلواتك، بتسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انت ليس كمثلك احد، انت احسن زول. وما تباري اي جماعه، لا انصار سنه، لا برشلونه، كله ما تباريهم. خليك براك يا زول. فهمت؟ دي وصية لك. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.